هدفي من الأول أجمع الشباب هنا بدل ما نجمعهم بالكافيات وغير مكان، فأحب أجمع الشباب هنا. وحتى الأغراض اللي أجيبها بتمويل ذات يعني أنا أصرف، أنا مثلاً أبيع الأغراض وأقدر أجيب بدالها. نلتقي هنا بالفن والفنش ما دون أي مصلحة ولا أي غرض شيء. من كسيك ملوك كسانيكا وزور زور هنر دوستا زور زور هالكسيك مخوش بيوكا هالكسيك كاري هنر بكا مخوش براستي صفتا ممنوع مصطفى دان وبي يلي يبتغى بيشي يبتغى بزنس كل العراق